مشاهدينا أهلا بحضراتكم. الذهب يخالف التوقعات ويتحرك بشكل مفاجئ رغم موافقة الحكومة على تمديد مبادرة زيرو جمارك الخاصة بواردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج لستة أشهر إضافية. فماذا يحدث في سوق الصاغة والسبب تحرك أسعار الذهب؟ هذا ما سنوضحه في هذه التغطية الاقتصادية لحضراتكم، كما سنستعرض أيضا تفاصيل أسعار الدولار بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة وماذا ينتظر المتلاعبين بالدولار في السوق السوداء. ونبدأ بأسعار الدولار محليا والتي شهدت استقرارا منذ نحو العاشر من مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 8 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات. وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30 جنيها و82 قرشا للشراء مقابل 30 جنيها و95 قرشا للبيع، وسجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهم بنك مصر والبنك الأهلي المصري 30 جنيها و75 قرشا للشراء مقابل 30 جنيها و85 قرشا للبيع. وقد أعلن البنك المركزي المصري انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته ليبلغ 38% في أكتوبر 2023 مقابل 39% في سبتمبر 2023. وأوضحنا رقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1% في أكتوبر 2023 مقابل معدل شهري 3% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35% في أكتوبر 2023 مقابل 38% في سبتمبر 2023. كما أعلن البنك المركزي في بيان له بشرى سارة للمصريين، وهي ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار بنهاية سبتمبر. وقد بلغت قيمة الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بحسب البيان خلال شهر 131 مليون دولار. كما قرر البنك المركزي الخميس 2 نوفمبر تثبيت سعري عائد الإيداع والأقراض. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك تثبيت السعر لليلة واحدة بسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما قررت اللجنة في نهاية اجتماعها أمس تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%. أما سعر الدولار في السوق السوداء أمام الجنيه فقد شهد تراجعا بعد موجة من الارتفاعات التي تسبب بها بعض المتلاعبين وتجار العملة، وذلك بعد قرار البنك المركزي العاجل بفتح بطاقات الائتمان خارج مصر واستمرار تجديد القبضة الأمنية وضبط المضاربين وأيضا إعلان ارتفاع الاحتياطي. وعن الدولار في السوق السوداء أو الموازية، شهدت سعر الدولار تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين، وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة. نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1 مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لعام 2023 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي الدولار. من ناحية أخرى، كانت قد اتخذت الحكومة قراراً هاماً لحماية الجنيه المصري، وهو مبادلة العملات بالسعر الرسمي مع الإمارات والتخلي عن التعامل بالدولار، حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين بمنح مصر 42 مليار جنيه للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم يتم وضعها في البنك المركزي المصري.
وجرت المبادلة على قيمة الدرهم الرسمية في البنوك بثماني جنيهات وأربعة قروش وليس على قيمته في السوق السوداء. وبحسب الخبراء يمكن البلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملتهما المحلية دون الحاجة للدولار. ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار. كما تتجه كثير من الدول الآن لاستخدام عملات أجنبية أخرى بدلاً من الدولار مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الاسترليني للتخفيف من الطلب على الكبير على الدولار وتقليل الضغط على العملات المحلية والتي أصبحت تعاني بشدة مقابل الأخضر الأمريكي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم. حيث قررت روسيا اعتماد قائمة تضم عدداً من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في روسيا. وهي خطوة تهدف إلى تحويل المباشر العملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة. والقائمة المعتمدة تضمنت أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب إفريقيا. وأشارت الحكومة الروسية إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر العملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية. كما أصدرت الحكومة قراراً يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتقديم إيصال يفيد قيمهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامة التخالف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله. قررت وزارة الداخلية بدء تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتباراً من يوم 16 من سبتمبر الماضي، وهو سيساعد أيضاً على تخفيف الضغط على الدولار. وننتقل مع حضرتكم إلى أسعار الذهب، فقد تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل طفيف ليقترب من 2700 جنيه بعدما هبط قبل يومين الأمس خلاله 2550 جنيها ليخالف كل التوقعات عقب قرار الحكومة. وتحرك الجنيه الذهب بقوة ليبلغ الفارق بين أقل سعر قبل ساعات وأعلى سعر الآن نحو 700 جنيه، إذ سجل اليوم 21440 جنيها بعدما سجل نحو 20720 جنيها، ولكنه يظل منخفضا عن سعره في إبريل الماضي وهو 22400 جنيها. وسجل سعر الجرام عيار 18 اليوم تحركا إذ يبحث عنه الآلاف من الراغبين في شراء المجهولات الذهبية، وسجل نحو 2297 بعدما هبط إلى 2216 جنيه، فيما سجل سعر البيع الجرام الواحد بدون مصنعية نحو 2280 جنيها. وننتقل إلى أسعار عيار الذهب المختلفة في سوق الصاغة اليوم. سعر عيار 24 اليوم 3063 جنيها، وسجل سعر جرام عيار 21 اليوم 2680 جنيها، وسجل سعر جرام عيار 18 اليوم 2297 جنيها، كما سجل سعر جرام اليوم عيار 14 1787 جنيها. بلغ سعر الجنيه عيار 24 21280 جنيها. وعن أسعار المصنعية فيتم إضافة 5% من السعر من سعر الجرام وحتى 10%، وتكون بين 80 و150 جنيها في محلات الصاغة. ونظرا لهذه الزيادة الرهيبة في سعر جرام الذهب وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الصاغة، قرر مجلس الوزراء مد فترة واردات الذهب من الضريبة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 11 من نوفمبر 2023 وتنتهي في 10 من مايو 2024،
أملاً أن يساهم هذا القرار على خفض أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ويشهد سكوناً واستقراراً. ويتوقع العديد من خبراء الذهب حدوث تأثير شامل وكبير على أسعار الذهب والسوق المحلية طوال مدة 6 أشهر المقبلة، وهي مدة المبادرة حتى شهر مايو 2024، خصوصاً بعد حالة التأثير الإيجابية الذي أحدثته المبادرة طوال مدة 6 أشهر الماضية، حيث كان قد ساهم قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو الماضي بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، في حدوث توازن كبير في أسعار الذهب محلياً وتخطي حجم كميات الذهب الواردة من الخارج والمعافاة من الجمارك منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء 600 كيلو. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية الاقتصادية، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.